تقديرا لمجهوداتهم البطولية ومقارعتهم لجنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار. ودفاعا عن وطنهم المغتصب، قام وفد من ولاية السمر يضم عضو الأمانتي الوطني والي الولاية مريم السالك ومن الفرع المساعد حبوب دخيل والمدير الجهوي للإعلام بزيارة تفقدية واستطلاعية لوضعية مقاتلي جيش التحرير بالناحية العسكرية السادسة، والتي تخوض ملاحم بطولية لا يصدقها عقل بخيرة من أبناء وطننا الغالي، وغالبيتهم شباب ولدوا وترعرعوا تحت وصاية توقيع وقف إطلاق النار بداية تسعينيات القرن الماضي. آلية قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال في منطقة روس السبط قطاع المحبس، قصف عنيف. وفد الولاية كان في استقباله في حدود قطاع العمليات للناحية العسكرية السادسة قائد الناحية أبو علي حمودي وبعض من قيادات الناحية والذين رافقونا في منطقة ما تحت إشرافهم، أين وجدنا بعضا من مقاتلي جيش التحرير المتمركزين في تلك الحدود والموزعين على أماكن مختلفة من قطاع الناحية. قطعناها لمبادرة مرتبة وثمن هاي المبادرة لأول مرة الولايات يزوروا الناحية، اخترت قطعناها الناحية العسكرية السادسة عنها تزورها في قطاع العمليات، ورحبوا بها ورحبوا بالوفد المرافق لهم أيام الترحيب، أتمنى لهم إقامة سعيدة بين ظهرانكم، وهي جاية على كل حال بالنسبة لها اخترت الناحية السادسة من ضمن النواحي، وعن هذا الشيء كبروا به وشرفنا حتى ونتمنى لها الإقامة. السلطات الجهوية للولاية قدمت الكثير من المستلزمات كهدايا لمقاتلي الناحية العسكرية باسم كافة مواطني الولاية والشعب الصحراوي، تمثلت في الكثير من المقتنيات من بينها العشرات من أجهزة الراديو مختلفة الاستخدامات، وهي الخطوة التي عبرت من خلالها الولاية عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يشعر به كل صحراوي أينما كان وهو يقف في خطوط النار والمواجهة مع جنود الذل والعار للمملكة المغربية. عن زيارة مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي بالخصوص مقاتلي الناحية السادسة اللي عندها باع كبير في القتال وعندها صيت كبير وسمعة كبيرة، اللي تشرف صحراويين كاملين بشكل عام، يقدر تشرف نحن النساء الصحراويات نفتخروا كنساء وكأمهات عن عندنا أبطال كيفكم مثلكم، وهذا شرف كبير لنا. بنقولكم تحيات جماهير ولاية السمارة عامة، لكن سلطاتها مجلسها الشعبي وفرعها، وقطعا عنه زيارتنا لكم اخترنا نجوكم نعيشوا معكم لحظات في هذا الظرف اللي تعيشوه، في هذا الواقع اللي تعيشوه، قطعا عنا مولي مستعدين عنا نمشوا نشاركوا معكم الأقصى في لرد الله اللي تقصفوا. السلطات الجهوية للولاية عاشت بين مقاتلي جيش التحرير ورافقتهم في عمليات ومهام حساسة ودقيقة جعلت جنود الاحتلال يعيشون الويلات وتخلف فيهم القتل والجرح. رقيبي عبد الله، مفدى التلفزيون الصحراوي، إلى القطاع العمليات بالناحية العسكرية السادسة.